تحية لكم من جديد. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية النوادرية التابعة لمركز فرسكور بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك إجراء التحاليل المعملية والأشعة. وتم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. كل الخدمات اللي بتتقدم في القافلة بتتقدم للمريض بشكل مجاني من أول قطع التذكرة اللي بتتم له بالرقم القومي الخاص بيه، وبعدين بعد ما المريض بيقطع التذكرة بيتوجه للعيادة، الطبيب بيكشف عليه. من العيادة الأولى اللي المريض بيكشف فيها ممكن الطبيب لو له رؤية إن المريض يعمل تحليل طبي فبيروح المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل. لو هو محتاج أشعة عادية أو سونار برضو بتتم له من خلال القافلة. موجود عندنا تخصصات طبية مختلفة، وكذلك موجود الأشعة والموجود التحاليل الطبية، والصيدليه فيها كافه الادويه اللي بتخدم التخصصات الموجوده. الدكاتره قايمين على اكمل وجه، وكل واحد بياخد العلاج بتاعه اللي هو بيوصفه له، وطبعا ان شاء الله فيه اقبال كبير قوي من الجماعه، من الجمهور والمواطنين بيجوا، لذلك ده حاجه حلوه للساده المواطنين